برحب بيكم مره تانية في حلقتنا النهارده من انبوكس. وزي ما قلنا لكم كده في اول الحلقه، معانا النهارده فقرات حلوه جدا، ويمكن الفقره دي دلوقتي هي مواكبه للحدث جدا، وهو معرض الكتاب اللي كل سنه احنا بنحرص على تغطيته بشكل مفصل، وبنحب ندخل في تفاصيل المعرض والفعاليات الموجوده والاقسام كمان اللي بتبقى مقسمه بشكل دقيق جدا الحقيقه، وبشكل في نظام عشان الناس تقدر تدخل، تقدر تدور على أنواع الكتب اللي هي بتحب دايما وبتحرص على أن هي تقراها. يمكن الموضوع اللي هنتكلم معاكم فيه النهاردة هو مشروع أو فكرة لطيفة جدا من 5 شباب محترفي التصوير، قرروا أن هم يعملوا جناح خاص في معرض الكتاب عشان يصوروا الكتاب والزائرين اللي بيزوروا المعرض، عشان تبقى ذكرى حلوة ليهم، يبقى معاهم أو ليهم صور كتيرة يقدروا ان هم يتذكروها كل ما بيروحوا المعرض. صاحب الفكره دي وهو المصور المحترف علاء فريد معانا على التليفون عشان يكلمنا اكتر عن الفكره، وهل لقت اقبال كبير فعلا من الزوار ومن الكتاب على فكره ان هم يروحوا يتصوروا صور محترفه جدا من قبل محترفين ومصورين زي علاء كده ولا لا؟ اهلا بيك يا علاء. اهلا بك يا نوران، اهلا بشريف، اهلا باحمد، اهلا بكم كلكم. اهلا بيك، اهلا منورنا. بنورك يا فندم. بنحييك على الفكره، يمكن هي جديده من نوعها. طبعا احنا عارفين انه دايما معرض الكتاب في فعاليات كتيره جدا، وفي ندوات ثقافيه كتيره جدا، ورش عمل، واشكال كتيره جدا من الثقافه والفنون متنوعه في معرض الكتاب، لكن فكره يبقى في جناح خاص للتصوير خاص للكتاب والزوار، دي فكرة جديدة من نوعها. احكي لي كده، الفكرة دي جات لك ازاي وقدرت تنفذها ازاي انت وزمايلك الشباب؟ والله هي فكرتنا، يعني فكرة المجموعة كلها بالكامل، احمد وعلاء ومسعود والمجموعة كلها. يمكن بره في ما فيش حدث مهم كبير بيحصل الا بيبقى في حاجه اسمها فوتو بروتوكول. يعني دايما اي حدث، اي مؤتمر بيبقى فيه فوتو بروتوكول، فيه صوره جماعيه. فاحنا حاولنا ننقل الفكره دي هنا في مصر. بالنسبه يمكن كان لينا شغل كتير جوه الوسط الثقافي، حفلات التوقيع، الندوات، الكلام ده كله. بعد فتره اكتشفنا ان يمكن ما فيش صور موجوده بشكل احترافي للكتاب الكبار. يعني مثلا رحمه الله عليه الاستاذ نجيب محفوظ، ممكن ما تعرفيش فين النيجاتيف الاصلي بتاعه موجود فين دلوقتي. ومع الوقت احنا عاملين نفقد كتاب كتير، يعني كل سنه يعني رحمه الله عليهم بيتوفى ناس وبتبعد عننا ناس. فجت الفكره ان احنا، طب احنا في معرض الكتاب كده كده بيبقى عندنا شغل، طب ليه ما ناخدش لوكيشن صغير نعمل ميني فوتو سيشن للكتاب، بيبقى بشكل مجاني، يقدروا يستخدموا الصور دي بعد كده في الـ في الـ في الـ في الدعايه، في الاخبار، في الصحافه، ويبقى في نفس الوقت وثقناهم وتبقى ذاكره المعرض المصوره، او زي ما بيقولوا فوتو بوك. أيوة. بدات الفكره، عرضناها كلنا على الهيئه في 2019، والحمد لله قدرنا ننفذها. 2020 برضو نفذناها تاني. 21 و22 يمكن كانت الانشطه في طبعا بسبب ظروف كورونا ما كانتش بشكل كامل. دلوقتي الحمد لله الانشطه رجعت بشكل كامل، والدوله مهتميه جدا بمعرض الكتاب السنه دي. تمام. وبتدعمه بشكل كامل انه يرجع بكامل طاقته، وخصوصا مع في ظل الظروف الاقتصاديه وارتفاع اسعار الورق والحاجات دي. فالدوله بتدعم اي حاجه فيها ترويج للمعرض. وفروا لنا الهيئه العامه للكتاب طبعا ممثله للدوله، وفرت لنا الجناح بشكل مجاني، وجبنا مجموعه من الرعاه تتبنى، لان طبعا عملنا فكره جديده السنه دي قوي، ان احنا كمان نطبع للكاتب صورته بشكل فوري وهو واقف. تمام. فطبعا دي بتبقى فيها تكلفه شويه، فجبنا مجموعه من الرعاه كمان تبنوا الفكره وكانوا مؤمنين بيها بشكل كبير جدا، والحمد لله الاقبال علينا يعني فاق التوقعات، لدرجه ان انا يعني انا عشان اعمل مداخله طبعا اضطريت اطلع بره اللوكيشن والدنيا جوه زحمه جدا يعني. حلو جدا طبعا يا علاء الفكره طبعا، وكمان يمكن تنفيذها مش بالسهل خالص، لكن برضو عايز اعرف منك يعني الفكره دي ازاي ساعدت طبعا المؤلفين طبعا والحضور في معرض الكتاب. بص حضرتك، هي على بالنسبه للمؤلفين والكتاب او الناشرين على مستويين. المستوى الاول حضرتك عارف دلوقتي ان الديجيتال ماركتنج ده هو الرقم واحد حاليا طبعا. فالكتاب بياخدوها بيشيروها على السوشيال ميديا، على شبكات التواصل الاجتماعي، فده بيساعدهم من ناحيه الماركتنج ممكن يعمل رواج ليهم. من ناحيه ثانيه بيستخدموها بشكل رسمي على ظهر الغلاف بتاعهم او الترويسه بتاعت الكتب، بيستخدموها في الصحافه بصوره احترافيه بشكل احترافي، بعيد بقى عن يعني الكاميرات ممكن تبقى ضعيفه شويه او كده يعني. احنا السنه دي ما فتحناش للجماهير قوي، طبعا حضرتك عارف ان معرض الكتاب السنه دي اقبال رهيب رهيب من الجماهير، لكن فتحناه بشكل جزئي للجماهير. تمام. السنه الجايه ان شاء الله نامل ان الجديد اللي احنا نقدمه ان احنا نفتحها بشكل كامل للجماهير. تمام.
والتيم بتاعنا ده محتاجين منه 10 مرات قده 10 مرات، لان طبعا حضرتك الاقبال حاليا يعني انا اكاد يكون عدى 3 4 مليون، انا ما اعرفش رقم بجد رسمي كام بس رقم كبير جدا يعني. ده الاقبال على المعرض على نفسه مش على فكره الفكره المبادره اللي انتوا عاملينها للتصوير صح؟ لا احنا بنتكلم على الاقبال على المعرض، لو احنا فتحناه للجماهير السنه دي هو تجاوز لغايه اول امبارح فعلا التعداد مليون ونص. لا والنهارده بالذات الجمعه حضرتك انت مش متخيل العدد النهارده رهيب يعني. وتقريبا هنقول معظم كتاب مصر والناشرين الحمد لله ظهروا الجناح بتاعنا وكلهم يعني الحمد لله كان ردود افعالهم ايجابيه بشكل كبير جدا يعني. طب